دلوقتي احنا شباب في السكشن الخاص بالانرجي ستورج من جينكو. الباشمهندس هيدلنا فكره ان شاء الله عن الانرجي ستورج اللي هم عارضينها النهارده والاوبشنز والمزايا بتاعه الانرجي ستورج من شركه جينكو. اهلا بيك يا باشمهندس، اتفضل ادينا فكره عن زي زي ما حكينا. احنا الان في قسم الانرجي ستورج، هون احنا نقدر نشوف احنا عندنا وان اوف ذا توب براندز، عندنا اللي هي سان تيرا باتري كونتينر، هي بتيجي باقل حجم بطاريات ل 3.4 ميجا وات اور. في قلب هذه الكونتينر احنا بنلاقي هون عندنا الباتري راكس مع الهاي فولتج بوكس مع الكنترول سيستم مع البي ام اس كامل والفاير سبريشن سيستم كله في داخل كونتينر 20 قدم. واحنا عندنا هون كمان برضه هذا اجدد سوليوشن عندنا اللي هو السن جيجا، عندنا تو تايبس منه، بيجي بالقدرات 215 كيلو وات اور وعندنا 344 كيلو وات اور في قلب كابينت صغيره حجمها بناسب عده ابلكيشنز ممكن يستخدمها فيها. هذه الكابينت ممكن تكون اللي هي 215 كيلو وات اور اول ان وان سوليوشن، يعني بيجي فيها البطاريات مع الهاي فولتج بوكس مع البي سي اس مع الفاير سيستم والكنترول سيستم كامل في كونتينر واحد. وزي ما وكمان الميزه الحلوه في الابلكيشنز هذه او السوليوشنز اللي هي ليكويد كول سوليوشن، هذا يعني مهم جدا ان احنا نسال على موضوع التبريد، وبما ان احنا طبعا في السعوديه مشكلتنا الكبيره في درجه الحراره فاحنا محتاجين ناكد على موضوع الكولينج الخاص بتبريد البطاريات. ويا ريت ناخد مور ديتيلز عن الباتري مانجمنت سيستم وازاي هي سيف عشان نقدر نطمن الناس، لان في ناس كتيره جدا بتبقى عندها تخوف في التعامل مع البطاريات بصفه عامه. فاحنا عايزين نطمن الناس من ناحيه الكنترول المعمول على البطاريات، من ناحيه التمبريتشر، من ناحيه الكرنت، من ناحيه الفولتج، ان الباكج دي سيف 100% وانا اقدر اتعامل معاها تمام كيوزر او كاند يوزر بسهوله. فياريت تدينا تفاصيل اكتر عن الموضوع. اكيد طبعا. اول شيء اجابك على سؤال الكولينج اللي هي عن طريق الليكويد كول. هاي السوليوشن فيها الموديولز تتبرد والسيلز تتبرد عن طريق الكولنت الداخل الكلوز سايكل في هاي الكونتينر، بتحافظ على درجه حراره لا تتجاوز ال 25 سلسيوس حتى نحافظ على الاوبتيمم تمبرتشر للسيل والبطاريه تو اوبريت ان بيرفكت كونديشن. لهذا السبب مثلا زي ما انت تفضلت في حالات السعوديه اللي حراره عاليه الديجريديشن ريت ما راح احنا نضطر نوصله ل 50 سلسيوس و 55 سلسيوس وما فوق، لانه هذا الكونتينر داخله راح يحافظ عن طريق الكولنت على الحراره المناسبه حتى البطاريه ما تخسر كفاءه عاليه. أوكي. حتى تكون التمبرشر ديفرنس ما بين السل والسل ما تتجاوز عن ال 2 سلسيوس. اوكي تمام. وبالنسبه لل زي ما انت سالتني على البي ام اس، هذا السيفتي سيستم ببلش من السل، يعني احنا عندنا اياه من السل ليفل لحتى الموديول ليفل للراك ليفل للسيستم ليفل. السيستم ليفل يعني انت بتقدر عن طريق البي ام اس سوليوشن تحمي السيستم في حال صار فولت او اي شيء عن طريق هاي تمبرشر او هاي فولتج من خلال متابعه ايتش سيل داخل الراكس. يعني احنا في نقدر نقول ان في فولي كنترولد ديفايسز هنا موجوده، بحيث نقدر ان انا مش بتحكم في الديفايس كامل، انا بشتغل على كل موديول حاطط عليه سنسورز تمام وعلى كل سيل في كنترول عليها، بحيث تضمن ان التمبريتشر بتاعتي مظبوطه، بتضمن ان الكرنت، بتضمن الفولتج ان ريت. وده بيطمن الناس تمام ان هو يقدر يتعامل مع الباكج من جينكو الخاصه بالستورج بامان، لان موضوع السيفتي مهم جدا. نعم وناس كتيره جدا من الاستشاريين لما بيجي يعتمد باتري سيستم او بيعتمد نظام تخزين مشكلته في عمليه التبريد وهل النظام سيف ولا لا. فاحنا عايزين حضرتك تطمن الناس من ناحيه موضوع السيفتي في الديفايسز، وهل الاسعار ان رينج ولا عشان الشغل العالي اللي معمول ده الاسعار او البرايسز بتكون عاليه نسبيا؟ لا بالنسبه للاسعار احنا اسعارنا كثير منافسه في السوق. احنا عم نحكي عن كونتينر واحد 20 قدم، بما انه راح يوفر اول شيء في اليونت برايس، بالاضافه لان انت عندك الشيبمنت كوست حتخف عليك كمان، لانه انت عم تحكي عن كونتينر واحد 20 قدم
ما بين اللي احنا اللي معروف هلا عندنا بالسوق اللي بتكون 30 قدم و40 قدم اللي بتحتوي على هذا الحجم من الريتد باور، من الريتد باور للبطارية. بالاضافه للسيفتي هو شيء كثير امن وكثير سيف، زي ما حكينا احنا بنعمل كنترول على السيل ليفل، نقدر نعرف تو ديتكت اي فولت او بروبلم بتصير يعني في 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 لحظتها قبل ما الامور تتطور لاكثر لو توصل لحريق. السؤال برضو الفولت دايجنوزس، تشخيص الاعطال، هل في سيستم معين انا اقدر من خلاله اشوف واشخص عطل سل معينه او موديول معين واقدر اعمل ريبليسمنت للموديول ده من خلال هذا السوفت وير؟ فانا بعمل فولت دايجنوزس سهل واقدر اتعامل معاه، او المهندس او الفني المتخصص في الباتريز يقدر يتعامل معاه؟ صحيح، هذا الحكي عم بيصير عن طريق البي ام اس اللي هو عن طريق لما يعمل تراك او يتعقب جميع السيلز او الموديولز او الراكس، في حال صار في مشكله زي ما احنا حكينا هذا السيستم فيه 10 راكس من كل راك 344 كيلو وات اور، في حال صار مشكله في هذا الراك راح يعطيك مشكله انه في هون موجود مشكله في السيل او في الموديول او في الراك نفسه، حتى انت تقدر تفصل تعمل شت داون للسيستم كامل، تفصل الراك هذا ويرجع السيستم يشتغل تمام عبين ما احنا نلاقي حل للمشكله اللي صارت معه. يعني نقدر نقول ان موضوع الفولت دايجنوزس او تشخيص الاعطال في الديفايس الكامل موضوع سهل وبسيط. صحيح. من خلال سيستم البي ام اس هو بيحدد لي فين الموديول اللي فيه المشكله، وانا اقدر اعمل له ريبليسمنت او استبدال بسهوله. عايزين تدينا فكره بس عن موضوع الريبليسمنت الخاص بالموديولز، هل هو سهل؟ هل تعامل الفنيين هيبقى معاه بسيط؟ أكيد. ولا لازم انا كل شويه استدعي الشركه او استدعي فني من جينكو سولر على اساس ان انا اعمل ريبليسمنت لاي ديفكتد ديفايس؟ اكيد احنا كجينكو سولر بنبلش نعمل السبورت والتريننج مع الكلاينت من بدايه البروجكت لايف سايكل، من لما تبلش هي من البروبوزل ستيج لحتى الفاينل ستيج والكوميشننج ستيج. جميع هاي المراحل حيكون فيها تريننج وحيكون فيها كوميشننج سبورت وحيكون فيها ديزاين سبورت، وفي حال اي مشكله صارت احنا حنكون دائما على تواصل مع الكلاينت اونلاين او والتيم تبعنا كبير موجود في انحاء الريجنز بيقدر على السريع يوصل للمشكله ويساعد الكلاينت. الف شكر لك يا باشمهندس، واحنا سعداء جدا بالتعاون معاكم في جينكو سولر والعرض الشيق للستورج ديفايسز. الف شكر ليك وشكرا جينكو سولر. شكرا كثير، سلام عليكم، يعطيك العافيه.